تحية صباحية مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. دائما نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية مع ضباب خلال هذه الصبيحة، ليزول إن شاء الله فسحا لأجواء مشمسة صحوة إلى مغاشات عموما خاصة على الواجهة الشرقية. لكن خلال الأمسية سحب ركامية رعدية مطرة ستخص إن شاء الله خلال أواخر النهار المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الأوراس. نفس الأجواء ستشهدها أقصى الجنوب، مرتفعات الهوغار والتاسيلي. درجات الحرارة التي سجلت خلال هذه الصبيحة، سجلنا 20 درجة على العاصمة نفس المقياس على معسكر غليزان وشلف، 22 درجة على كل من تيزي وزو البويرة وكذلك بجاي سكيكدا عنبة والطارف. جنوبا تتراوح ما بين 27 درجة إلى غاية 29 درجة على شمال الصحراء، الصحراء الوسطى كذلك أقصى الجنوب، ولن تتعدى 21 درجة على تمن راست، أعلى مقياس على ورقلة مع 31 درجة. أما خلال الظهيرة إن شاء الله درجة الحرارة القصوى ترتفع لغاية 41 درجة على معسكر، عين دفلة، غليزان، وشلف، 30 درجة على مستغانم، وهران، وعين تيموشنت، 33 درجة على العاصمة، وكذلك تيبازا، البليدة، نفس المقياس على أقول بجاية، سكيكدا، عنبة، والطارف، 39 درجة على قسنطينة، 38 درجة على جانيت، لكن تفوق الأربعين من شمال الصحراء نحو الصحراء الوسطى، كذلك أقصى الجنوب لتقارب 46 درجة كالمقياس على كل من تيميمون وأدرار. البحر خلال نهار اليوم يبقى هادئ وجميل تقريبا على طول الشريط الساحلي، سباحة مسموحة، رياح ضعيفة، حتى درجة حرارة مياه البحر تقارب 23 درجة مئوية. أحوال الطقس على بعض عواصم شمال إفريقيا، أين أمطار موسمية رعدية ستخص نجمنا مع 32 درجة، الخرطوم أجواء مغاشات مع 37 درجة، القاهرة أجواء مشمسة كذلك درجة الحرارة تقارب 37 درجة، نفس الأجواء على طرابلس مع 32 درجة، العيون المحتلة أجواء صحوة مع 39 درجة. وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام الثامنة ودقيقتين. جمعة مباركة للجميع. يا من الله.